عليكم خوتيت، واجم عليكم، كيفما بخير لاباس. غادي نحاولوا كيف قلت لكم نروحوا جوله على 15 اكتوبر بالضبط، وغادي نوري لكم المعالم بالضبط ديال 16 اكتوبر كامله، اللي نشتكي فيها بالضبط كامله. كاينش الناس كيف وجدوا بزاف، يعني اللي كيصور ضروري كيكون براني على هاد المدينة هادي. داكشي علاش دنمارك هاد الدول هادو كيستعملوا الفيتسات بزاف، الشكليطات يعني. وهاد القضية هنا قدام المحطة ديال انتورفن كاين واحد الباركي ربما ديال الشكليطات، غادي نصورو لكم دابا غندخل له، وغادي تلاحظوا بأن كاين آلاف البشكليطات محطوطين في واحد النمرة ديالو، إضافة للبشكليطات ديال مولي الهوم، يعني الدراجات ديال مولي الهوم بالضبط. الشتا طيب الشتا خوتي، وأنا أوكي. هذا المدخل ديال البشكليطات خوتي، تحط من داخل على برا الشتا كاين على الاف ديال الشكليطات، كل واحد حط الشكليطه ديالو. تاعي شحال ديال الشكليطات؟ الاف الشكليطات، كل واحد عقل الشكليطه ديالو. والباركي هادو غادي يجيو يوم 5 مارس، كيف كتشوفون؟ لا هادي كتبين هنايا بأن هاد المنطقة هادي غير احتياطية، يعني ماشي دائمة. شوف 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 هادي الشكلات، لا في الشكلات الناس يحطوا المنطقة ديال الباركي ديال الطوموبيلات تحت، يعني بشكليطات الباركي ديال الطوموبيلات، كاين السيارات، كاين محطة ديال ستاسيون ديال الدرونة الدولية، وكاين محطة ديال الكيران، كاين المترو، كاين كلشي. ها حبيت تشوفو اختي هذه الطلعة على الستاسيون المحطة كبيرة، يعني صراحة الله خاصو جوج فلوقات على هاد الستاسيون هادي بوحديتها، جوج فلوقات. هذا المدخل آخر،
دونك شويه الشتا نتفزقوا ماشي مشكل. تحفة هذا والله تحفة.